التحرير، هناك ما بين 2000 الى 2000 ونصف من المعتصمين والمتظاهرين، وحوالي 1000 من الباعة الجائلين. هذه هي المليونية التي دعوا إليها، هذه هي قوتهم الحقيقية في الشارع المصري. أرى أن هؤلاء انكشفوا جماهيريا كما أنهم رسبوا سياسيا بالدعوات التي رفعوها طوال الأيام الماضية التي تدعو إلى الفوضى وغلق مجمع التحرير والتهديد بغلق المترو. اليوم كانوا يهددون بغلق المترو أثناء وجودي في ميدان التحرير، تصدى لهم بقية الناس وقالوا من يحاول غلق المترو سنقطع قدمه إذا نزل إلى المترو. هذا رد فعل. نعم، ولكن ألا تخشى أستاذ عاصم أن يحدث انقسام في داخل ميدان التحرير، ولم تلاحظ هذا أثناء وجودك هناك في مسألة لا يتعلق بوجهات النظر والآراء؟ الشعب رافض بهذا الأسلوب الذي اتبعه هؤلاء، وهم الذين دفعوا المجلس العسكري لهذا الموقف الذي يحمده الآن كل مصري. هؤلاء كان لهم مطالب أو زعموا أن لهم مطالب ورفعوا شعارات استجاب لها الدكتور أسام شرف استجابة سريعة على مدى يومين متتاليين، فكشف موقفهم السياسي. هم لا يريدون مطالب، رفضوا كل كلام أسام شرف وقالوا يستقيل أسام شرف، وقالوا كارت أصفر للمشير طلطاوي، ويهتفون في الميدان ليلا نهار ضد المجلس العسكري، ويريدون إزاحة المجلس العسكري، ويريدون تنصيب مجلس رئاسي خماسي منهم هم فقط ليحكم البلد. هذه ديكتاتورية الأقلية. نعم. يريدون أرادوا تخريب الاقتصاد بحول إغلاق قناة السويس. نعم. على إغلاق اسكندرية اليوم لمدة ساعة. البورصة اليوم خسرت 7 مليارات جنيه مصري من الثلاثاء الأسود. إلى اليوم البورصة خسرت 24 مليار جنيه مصري. يبقى زي بيقولوا الفقراء، أولا هم يريدون إفقار مصر، أولا أرادوا إحداث وقيعة في صفوف القضاء عندما حجموا أحكام القضاء الأخيرة، قالوا القصاص للشهداء، القضاء قالوا ليس أمامنا أوراق نحكم بها، قالوا لا، يبقى القضاء متوقعين، القضاء غاضبون الآن، رجال الشرطة يكاد يكون بينهم انقسام الآن. عصام شرف أصدر قرار بفصل الضباط، وزير الداخلية قال لا أستطيع أفصل الضابط إلا بحكم محكمة، أنا لا أريد أن أخالف القانون. هم أرادوا إحداث هذه الوقيعة، وكادت أن تحدث وقيعة، ولكني أظن أن المجلس العسكري أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح. صحيح. ممنوع الفوضى، ممنوع السيطرة على مؤسسات الدولة واحتلال، كانوا اليوم يريدون احتلال مجلس الوزراء وتنصيب البلدية رئيسة للجمهورية بالذراع كده. وممنوع المساس بهيبة الدولة أيضا. طيب أستاذ عاصم، ألا ترى أن تزامن هذا البيان مع انفجار خطوط الغاز في العريش له مغزى ما، أو قد يشكل رسالة لجهة ما؟ أنا لا أدري، لكني أدري أن هذا البيان جاء متوافقا مع رغبات الشعب المصري الذي يرفض أن تحكمه هذه الدكتاتورية، دكتاتورية الأقلية العلمانية. الشعب المصري يرفضهم تماما. بيان القوات المسلحة أشد تأييد، وندعمه كل الدعم، ونتمنى عليه أن يتخذ إجراءات داخل الإطار القانوني فقط لحماية مصالح المواطنين ولحماية مؤسسات الدولة، وألا يتجاوز القانون. ونتمنى عليه أن يسير كما وعد في الخيار الشعبي بأن تكون الانتخابات أولا، ونؤيد حكومة عصام شرف في استجابتها للمطالب التي بدأ وكانها عادلة، ونريد اعطاء حكومه عصام شرف الوقت الكافي لتنفيذ هذه المطالب. نحن رفضنا من البدايه، اشتركت مع هؤلاء في الجمعه الماضيه، وتوقعنا انهم يريدون احداث الفوضى اولا وتخريب مصر اولا. صدقت توقعاتنا، انفض الشعب من حولهم، انكشفوا في هذه المليونيه الاخيره. المفروض لا يتكلموا عن مكان لهم او مكانه عند الشعب، مكانتهم وضحت اليوم. 3000 متظاهر على اقصى تقدير. طيب أستاذ عاصم، كيف ترى ما يتردد حول أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مكبل، وأنه لا يستطيع اتخاذ قرار، وأن هناك سيطرة من المجلس الأعلى على قراراته وعلى سياساته؟ إشاعات كثيرة تطلق الآن بهدف الوقيعة بين عصام شرف والشعب المصري وبين الجيش والشعب المصري. أرى يجب ألا ننساق وراء هذه الشعارات. الآن عصام شرف رجل خرج من الميدان، هم الذين زكوه للشعب، وهم الذين قالوا هذا رجل شريف ونزيه وقوي واستطيع إدارة المرحلة. لماذا يتكلمون على لسانه ويقول إن يده مغلولة؟ ما يتكلم عصام شرف يقول يدي مغلول. ماذا سيفعل المجلس العسكري؟ الدولة الآن فيها حريات لم تحدث من قبل. أنا أستطيع أن أتكلم؟ أفلا يستطيع عصام شرف أن يتكلم؟ لو تكلم عصام شرف وقال
يدي مغلوله عند ذلك نقول للمجلس العسكري لو سمحت اعطي له الصلاحيات الكافيه بتسيير الامور. يعني ترددت بعض الانباء انه قد اسر الى بعض شباب الثوره وهم يعني صرحوا بهذا انه هو قد اسر اليهم في احد الاجتماعات بهذا ولكنه لم يصرح رسميا بهذا التصريح. لا ابو الصدق هذه الاكاذيب وهذه الشائعات. هناك تقارب بالسلطه بين عصام شرف والمجلس العسكري. لا يصح ان يقول عصام شرف ان نقول لعصام شرف مغلول اليد لانه ليس كل الصلاحيات، لا المجلس العسكري له صلاحيات ويجب ان يعمل في صلاحيات وعصام شرف له صلاحيات، كذلك لو كانت هذه الدوله مستقره وهناك رئيس جمهوريه اللي هو مكان المجلس العسكري ورئيس وزراء، فلرئيس الجمهوريه صلاحيات ورئيس الوزراء صلاحيات، هذا امر معروف. ما ينفعش ان نقول ان المجلس العسكري يسيب كل صلاحياته لعصام شرف وما سابش كل صلاحياته لعصام شرف، ندعي على لسان عصام شرف انه مقيد لديه، لا عصام شرف ليس صغيرا. طيب بالنسبة لبيان الدكتور عصام شرف أستاذ عاصم عبد الماجد كيف تقرأه؟ بيان الدكتور عصام شرف كنت أتمنى يعني هو استجاب لهم وتصريحاته المتتالية للتلفزيون المصري يعني استجاب لهم في أقصى درجات الاستجابة وتجاوز في هذه الاستجابة بعض الحدود القانونية التي جعلت وزير الداخلية يقول لا أستطيع أن أنفذ هذا أمر خارج القانون. أفصل إزاي ضابط من الخدمة وأنهي خدمته تماما قبل أن يصدر عليه حكم نهائي؟ هذه مسائل قانونية. وزير الداخلية نفسه قال أنا لا أريد أن أخالف القانون. عصام شرف أيضا لم يتدخل في أحكام القضاء في مع القضاء وقال إنه طلب من أحكام الاستئناف كذا وطلب من النائب عامل كذا، هذا تدخل صريح للسلطة التنفيذية في السلطة القضائية. عصام شرف فعل ذلك ليسترضي هؤلاء لكي لا تحترق البلد ومع ذلك لم يحمدوا له هذا الأمر. يعني عصام شرف من أجلهم أغضب وزير الداخلية ومن وراء وزارة الداخلية وأغضب كثيرا من القضاء ورغم ذلك لم يحمدوا له هذا الأمر ولم يقولوا أن عصام شرف استجاب لنا، قالوا له لا نريد ذلك ولا يعنينا ذلك في شيء وخرجوا يعني وأنوفهم شامخة يقول لا يعنينا التغيير بذلك في شيء، يجب أن نتغير عصام شرف ويجب أن يستقيل المشير. هذه يعني هؤلاء يتكلمون باسم من؟ ومن ثم كيف ترى المسيرة التي ينتوون أن يعني يقودوها اليوم شباب الثورة أو مجموعة من التيارات من الائتلافات المختلفة للثورة اليوم حتى يصلوا إلى مجلس الوزراء؟ ما هي الرسالة قد تكون التي يحملونها وكيف تقرأ هذا الخبر؟ يعني هي استكمال لمسيرة محاولة فرض إرادته مع الشعب المصري. لن يستطيعوا تحقيق شيء. الجموع تنخفض في ميدان التحرير، بدأوا يشعرون أن الشعب قد انفض من حولهم، المليونيات التي دعوا إليها في طول البلاد وأرضها لم يخرج فيها في القاهرة 3000 فقط، هذه المليونية سيسيرون يعني كالسكالة إلى مجلس الوزراء وسيرجعون قائدي ولن يستطيعوا تنفيذ ما هددوا به من اقتحام مجلس الوزراء تنصيب فلان البرادعي وما إلى ذلك. خلاص انكشفوا وانتهت لعبتهم، هم يعيشون اللحظات الأخيرة فشل هذه الفوضى. أرجو منهم أن يتوبوا إلى رشدهم، أن يعودوا إلى صوابهم، أن ينضموا إلى الإجماع الشعبي لأن نذهب جميعا إلى الانتخابات ونحتكم إلى صندوق الانتخابات، ما العيب في ذلك؟ إن كان الشعب لا يريد فئة معينة لن يعطيها صوت، إن كان يريد من الفئة هذه جزء ومن الفئة هذه جزء سيختار من هذا ومن هذا ومن هذا، لماذا يخاف هؤلاء من خيار الشعب؟ لماذا يخافون من الذهاب إلى صندوق الانتخابات؟ هم كم صندوق الانتخابات؟ هم يدعون انهم ديمقراطيون، اثبتوا لنا واثبتوا للشعب المصري انكم ديمقراطيون، هيا نذهب الى صندوق الانتخابات سريعا لننهي هذه الحال، يرفضون ذلك تماما، يريدون القفز على السلطه باي طريقه ولو كانت طريقه تخريبيه تدميريه لهذا البلد. المجلس العسكري انتبه لذلك واخذ خطوه حاسمه ونحن ولسنا نشوف كل الشعب المصري يدعم المجلس العسكري في هذا الاتجاه، وانا اقول باسم 85 مليون مصري. ما حدش هيتكلم باسم 85 مليون مصري حضرتك. طيب يعني الاستفتاء ان كان في واحد حضرتك بتتحدث باسم الجماعه الاسلاميه لو سمحت. نعم. هل هناك احد يريد ان يمس المجلس العسكري احد؟ مستحيل. الشعب المصري عندما كان بالتاكيد هو صمام الامان يعني وله الفضل في هذه الثوره الى جانب الشعب طبعا. يعني هذا واضح. عندما كان الشعب المصري في ميدان التحرير رحب بالمجلس العسكري ورحب بالجيش اكبر ترحيب، فلا نستطيع ان نقول ان الشعب تخلى عن هذا الاجماع وهذا الصف عليه المجلس العسكري لمجرد ان 1000 واحد في ميدان التحرير هتبقى ضد المجلس العسكري. طيب سيد عاصم، يعني اترى ما يحدث في ميدان التحرير قد يؤثر سلبا على صوره الثوره بعد ما وصلت يعني الى ما وصلت اليه من نجاح حتى اصبحت نموذج يحتذى به في العالم؟ لا هؤلاء لا يهمهم ان تصير الثوره نموذجا لا المهم يصلوا كيف يصلون الى الحكم حتى لو دمروا الثوره حتى لو دمروا مصر. هذه هي خطه الفوضى
التي دعت اليها الولايات المتحده الامريكيه، الفوضى الخلاقه التي يمثلوننا بها، يريدون انقساما بين الشعب والجيش، وطبعا بين الشعب والجيش حتى لو يكون مثل ليبيا مثل سوريا، مطلوب تدمير الجيش المصري بحفظ امن اسرائيل. هذه الخطه الموضوعه يجب الا ننسخها ذلك. انا ادعوهم ان يتوبوا الى رشدهم وان يعودوا الى صف الاجماع الشعبي. نريد ان نذهب الى الانتخابات ونرضى بما يقوله الشعب، ونحن الاسلاميين سنرضى بما يقوله الشعب. لو قال لنا الشعب اذهبوا الى بيوتكم سنذهب الى بيوتنا ونعتزل العالم السياسي تماما، ولو قال لنا الشعب نريد ان تشكلوا نصف البرلمان فقط فسنرضى بذلك، ولو قال لنا الشعب حكومه ائتلافيه سنرضى نحن الاسلاميين جميعا بجميع فصائلنا بذلك. والتيار الاسلامي دعا الى حكومه ائتلافيه ودعا الى قائمه موحده في الانتخابات. نعم نعم. لا يريد ان يستثني احدا، وبعض الاخرين، ولا اقول كل الاخرين، بعض الاخرين يريدون ان يستثنوا الجميع ويبقوا هم وحدهم. يعني لا احد يستاثر بالمشهد السياسي او بالمشاركه السياسيه، يعني فهي مصر ليست ملكا لاحد بل للشعب. نعم يعني نعم نعم نعم. سيد عاصم عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجماعه الاسلاميه، شكرا لك.